بسم الله الرحمن الرحيم. تفتح الجلسة، تفتح الجلسة. النصاب مكتمل، لكن الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة تكلمني البارح وقال إن الحكومة قررتنا ما تحضر أو تأخذ قرار يعني بعدم الحضور جلسة اليوم وبكرة، وكذلك الجلسة الخاصة يوم الخميس. لذلك ترفع الجلسة إلى الموعد المحدد باللائحة يوم واحد، يومين الثلاثة والأربعة، 21 و22 فبراير.